طيب اخذنا احنا في الادرينال جلاند، انا بتكلم عن شباب بلطابه، شباب خارج بلطابه يحضروا معانا الحصه برضو، عشان اخر هناخد اخر ليله في الادرينال جلاند. اخذنا في الادرينال جلاند قلنا ان الادرينال جلاند تتكون من كورتكس، الكورتكس تتكون من 3 ليرز وميدولا في المنتصف. اخذنا الكورتكس قلنا في اول لير بيسموها الزونه جلوميريولوزا، تاني لير اسمها زونه فاسيكولاتا، تالت لير سميناها الزونه ريتيكولاريس. قلنا ان الزونه جلوميريولوزا كانت بتفرز الالدوستيرون واخدناه بالتفصيل، وقلنا لو زاد يعمل ايه لو نقص يعمل ايه. زونة فاسيكولاتي كانت بتفرز حاجة اسمها كورتيزول واخواته، وسمينا الالدوسترون سميناه مينرالو كورتيكويدز، مينرالو يعني بيتحكم في المينرالز، كورتي يعني بيخرج من الكورتكس، لان احنا قلنا كان بيتحكم في مستوى الصوديوم والبوتاسيوم والهيدروجين، واخدنا بالتفصيل ازاي. شباب خارج بلطافة هنشرحهم ان شاء الله في الحصة بتاعتهم. وهنا الكورتيزول سميناه جلوكوكورتيكويدز، جلوكو لانه بيتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم عندك، كورتيكويدز لانه بيخرج من الكورتكس. قاعد بس كلمتين بسيطه جدا، كلمه بسيطه جدا عن الزونا ريتيكولاريس، قلنا ما تقولش كلمه ساكس هرمون خطا غلط، اتكلم صح. ويك ساكس هرمون، ويك ساكس هرمون بتفرز ويك ساكس هرمون، هرمونات جنسيه ضعيفه، لان السكس هرمونز الاساسيه بتفرز من فين؟ زي ما نعرف بالتفصيل الجونادز، السكس اورجانز، الذكر عنده الخصيتين التستس، الانثى عندها الاوفري المبيض. طيب تعال ناخد بقى ايه الويك ساكس هرمونز دي وتصنع ازاي؟ بسيطه جدا. فاكرين لما قلنا ان احنا قلنا اول حصه في المقدمه ان الادرينال كورتكس عشان تفرز هرموناتها دي من ضمن الجلاندز اللي تتحكم فيها الهايبوثالاموس، يفرز كورتيكوتروبيك ريليزنج هرمون، ينزل للادينو هايبوفيسز يحفز خروج حاجه اسمها اي سي تي اتش ادرينال كورتيكوتروبيك هرمون، ينزل لي ما تقولش الادرينال جلاند خطا، ادرينال مين؟ كورتكس. ينزل الادرينال كورتكس يتحكم في افرازات الادرينال كورتكس، وقلنا ان الاي سي تي اتش ده لو حد ذكي يقول لي هو بولي بيبتايد هرمون ولا استرويد ولا امينو اسيد ديريفاتيف، الاي سي تي اتش حد يقدر يقول لي بقى من في الشاتنج ده بولي بيبتايد هرمون ولا استرويد ولا امينو اسيد ديريفاتيف؟ اي سي تي اتش او مثلا التي اس اتش استرويد ستيميليتنج هرمون او الجونادوتروبيك هرمون، اي هرمون بيخرج من البيتيوتري جلاند. بالظبط احنا قلنا بي بيتيوتري، بي بانكرياس، بي باراثايرويد، بي بوليبيبتايد او بروتين. فكل الهرمونات اللي احنا سميناها تروبيك هرمون تطلع تتحكم في افراز جلاند اخرى زي الاي سي تي اتش، ده بوليبيبتايد هرمون. يعني الاي سي تي اتش لما يروح عندك زونا ريتيكولاريس اللي هي اخر لير، زونا ريتيكولاريس ازاي يتحكم في افراز الزونا ريتيكولاريس؟ تعال ناخد مقطع من زونا ريتيكولاريس ونشوف بيشتغل ازاي. هو مش احنا قلنا قبل كده مش الادرينال كورتكس، الادرينال كورتكس ادرينال كورتيكال هرمون دي عباره عن ايه؟ قلنا الادرينال كورتكس هرمونز كلها استرويد هرمون، يعني بتفرز من مين؟ من الكوليسترول، تصنع من الكوليسترول. طيب ازاي بقى الكوليسترول ده بيتحول الى في الاخر يصنع لك الويك ساكس هرمونز؟ نفس الشيء، جي بروتين، جي بروتين يقف عليه الاي سي تي اتش، يقف عليه لان هو ايه؟ لان هو بولي بيبتايد هرمون، يقف على الجي بروتين. ونفس الحكايه زي ما بنعيد في كل حصه، الجي بروتين
يحفز تحويل ATP إلى cyclic AMP. السايكليك AMP قلنا يحفز تصنيع حاجة اسمها بروتين فوسفوبروتين كيناز A. البروتين كيناز A ده يعمل إيه؟ يحفز بعض التفاعلات اللي هي إيه؟ يحول عندك الكوليسترول إلى حاجة اسمها، في عندك الكوليسترول بيتحول لحاجة اسمها بروجستيرون. البروجسترون ده بيتحول إلى حاجة اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون، أو حاجة اسمها 17 هيدروكسي بريجنينولون. طبعا الأسماء دي كلها ما تخافش مش عليك. بعد كده ال 17 هيدروكسي بريجنينولون ده يتحول، هو 17 هيدروكسي ال 17 هيدروكسي بروجسترون او ال 17 هيدروكسي بريجنينولون يتحول الى حاجه اسمها اندوستينودايون. الاندوستينودايون ده بيعمل ايه بقى؟ يحفز تصنيع حاجه اسمها استروجين عند البنت او تستوستيرون عند الذكر. يبقى عندك بقى تفاعلات في الزونا ريتيكولاريس. الكوليسترول يتحول الى بروجسترون، بعد كده يتحول لحاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجسترون او 17 هيدروكسي بروجنينون، بعد كده يتحول لحاجه اسمها اندوستينولون، بعد كده يتحول الى لاما يحفز تصنيع استروجين عند البنات او تستوستيرون عند الميلز. طبعا كميه ضعيفه، كميه قليله جدا. ليه؟ لان دول مش دول بيتصنعوا من هرمونز اخرى عندك، عشان كده سميناهم ويك، مش تستوستيرون زي الاساس اللي عندك في الخصيتين او الاستروجين اللي بيطلع من المبيض الاساسي، عشان كده سموهم ويك سكس هرمون. بيصنعوا ازاي؟ زي ما قلنا الاي سي تي اتش يقف على جي بروتين يحفز تحويل اي تي بي الى سايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي يحفز حاجه اسمها بروتين كاينيز اي. البروتين كاينيز اي يحفز التفاعلات دي عشان يديك في الاخر مين؟ استروجين. كميه قليله جدا من الاستروجين وكميه قليله من التستوستيرون. عشان كده حتى بيقول لك مفيش مرة كاملة 100% لأن عندها شوية تستوستيرون. مفيش راجل كامل لأن هو عنده شوية استروجين. لأن أنت عندك في الاتنين بتصنع، عندك الاتنين على فكرة، سواء أنت بنت أو ولد عندك نسبة استروجين لو أنت ولد، عندك نسبة تستوستيرون لو أنت بنت. طيب كده كده خلصنا الأدرينال كورتكس، وكده عندك الاندوكراين سيستم. بالنسبه لشباب بلطجه انتوا خلصتوا كده، اخدتوا من البدايه، اخدتوا البيتيوتري جلاند، واخدنا الهايبو ثالاموس. البيتيوتري جلاند كانت بتفرز جروث هرمون، هايبو ثالاموس اي دي اتش واوكسيتو سين. بعد كده اخدنا الثيرويد جلاند، بعد كده البارا ثايرويد جلاند، اخدنا معاه في نفس الحصه كالسيتونين، واخدنا فيتامين دي، وسميناهم الهرمون اللي بيتحكم في مستوى الكالسيوم في الدم. وبعد كده اخدنا الادرينال جلاند، اخدنا الالدوستيرون، اخدنا الكورتيزول، واخدنا الاندروجين، واخدنا مع الالدوسترون حاجه اسمها الراس سيستم اللي كان فيها رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم، واخدنا معاه حاجه اسمها ناتريوريتك هرمون اللي بيمنع الراس سيستم. وبكده هيكون قاعد لنا الادرينال ميدولا اللي كانت بتفرز كاتيكولامينز اللي هم الادرينالين، نور ادرينالين ودوبامين، دول لسه ما خدناهمش باقيين لنا، و سكس هرمونز اللي هم تستوستيرون الاستروجين اند بروجسترون في البنت. دول قاعدين الكاتيكولامينز والسكس هرمونز
الكاتيكولامينز هنشرحهم مش مع الاندوكراين سيستم، هنشرحهم مع السيمباثيتك اند بارا سيمباثيتك نيرفس سيستم، لان دول قلت لك قبل كده اساس شغلهم على النيرفس سيستم. الكاتيكولامينز هنشرحهم مع الاوتونوميك نيرفس سيستم، والسكس هرمونز عشان ما تتلخبطش فيهم هشرحهم لك في فيديوهات عشان ما تغلطش مع الاوفريان سايكل اند منسترول سايكل، الدوره المبيضيه والدوره الشهريه، وهناخد معاهم السيل سايكل دوره حياه الخليه. فعشان ما تتلخبطش فيهم، لان الحاجات دي سهله بس بتلخبط، الدوره الشهريه والاوفريان سايكل والسيل سايكل هنشرح هم عشان اشرح لك دول انت اكيد لازم تكون فاهم عشان اشرح لك الهرمون زي، لازم تكون فاهم الاوفريان سايكل والسيل سايكل والمينسترو سايكل، يعني هم مرتبطين مع بعضهم. عشان ما تتلخبطش فيهم هعملهم كلهم في موضوع واحد بس في فيديو. انا رجحت ان اعملوها في فيديو افضل من ادولك في حصه، عشان بس الحاجات دي بتلخبط. فانتوا شايفين ايه بالظبط، ناخدها في حصه ولا اعملها لكم في فيديو؟ ها يا شباب، السكس هرمون ما في حصه سهل، انا بقول حصه دي كل السيل سايكل والمينسترال سايكل والاوفرن سايكل كلها حسابات، يعني اقول لك دي بيت 46 دي 23 دي 94 هتطلع من الحصه تنساهم. فانا شايف ان احنا ناخدها في فيديو افضل عشان ما تنسى، يكون الفيديو معاك دايما. انا الحصه مش فارقه مع الحصه، هتكون عندي اسهل من الفيديوهات، ولكن انا بقول لك هتنساها كلها. ف نشوف كده يا شباب، ناخد نجرب اول فيديو، نعمل اول فيديو وبنشره ونشوفه. لو الفيديو مش ظابط، لان الفيديو هيبقى زي الشرح، هو كانه شرح عادي بس بنسجله. لو كده مش عايزين ناخدهم في حصه عادي. انا فاهم يا دكتور انك عايز تاخدها في حصه، لكن انا بقول لك لو حصه بعد الحصه هتنساها، لان دي بقول لك حاجات حسابات، لان هي السيل سايكل بالذات استحاله هتفهمها لكن استحاله تحفظها من اول حصه. هي حصة هتكون فاهمها اوكي تمام، وحصة تبقى زي الفل الحصة وتفهمها كلها، لكن هتطلع بره الحصة هتنساها على طول. لأن السيل سايكل والدورة الشهرية بالذات محتاج إنك تراجعها 4 أو 5 مرات على مدار الشهر عشان تقدر تحطها في دماغك. طيب بالنسبة لشباب بلطافة، بالنسبة لشباب بلطافة رجاء بكره ما حدش يغيب، لان الحصه بتاعت بكره هي الحصاد بتاع الاندوكراين سيستم، هنراجع كل الاندوكراين سيستم وما حدش يجي يقول تعبان، لان الحصه هتكون كبيره جدا، هتكون ساعتين وممكن اكتر. فالحصه هتكون مراجعه على كل الاندوكراين سيستم، اذا غبت فيها بتخسر كتير جدا. بكره يوم الاثنين شباب طب اسنان في القاعه. الميعاد الطبيعي يا مريم بتاعنا، انت طب عام يوم الثلاث، طب اسنان يوم الاثنين، انت طب عام يبقى يوم الثلاث ميعادك الطبيعي. الحصه الجايه طب عام يوم الثلاث، طب اسنان اللي هي بكره يوم الاثنين. الحصه يا شباب هتبدا الساعه 5 الا ربع، الساعه 4:30 تكونوا عند القاعه، 4:30 بالظبط تكونوا عند القاعه، تكونوا فوق في القاعه. بالتوفيق يا شباب، اي حد عنده اي استفسار ممكن يكلمنا الخاص. القاعه يا محمد دي في مدينه بلطاوه، لو هم بياخدوا الكورس لايف. تمام شباب، يا شباب السلام عليكم.